تأتي من عينين أساسيين، أولهما مكانة المرأة في التراث الأمازيغي، في الحياة الاجتماعية للقبائل الأمازيغية. فنعلم أن المرأة في التراث الأمازيغي عندها مكانة خاصة. فيرجعنا للتاريخ تلقوا بأن أكبر إلهة عبدت في شمال أفريقيا الإكواتورية هي امرأة، هي تانيث عبد الأمازيغ والقرطاجيون وكل شمال أفريقيا. وأشهر القائدة التي تصدت للفكر الإسلامي كانت الكاهنة، كانت امرأة تقود قومها وتقود قبائل شمال أفريقيا ضد من كان ترى فيه تهديدا لهذه القبائل انطلاقا من رؤياها ومن مراتها. إذا هناك بيناتك الدور المركزي الذي كان للمرأة. هذه المكانة ستتدعم بعامل آخر، فبعد إسلام المغرب ستتدعم مكانة المرأة باجتهادات الفقهاء السوسيين. فقد تميز الفقهاء السوسيون باستحضار كبير للعرف في اجتهاداته الفقهية، ومن هنا كانت الفتوى والنوازل، كان النوازليون والمفتون كانوا يجتهدون اجتهادا كبيرا لمطابقة كل العناصر التي يتضمنها العرف وليس فيها تعارض مباشر مع الشريعة الإسلامية، كان يعطوها طابعا إسلامية من خلال فتاويها. وقلت لك سيدي سعيد بن عبد الهزالي، سيدي حسن عبد الرحمن السكري، سيدي وزيد عبد الرحمن التمالك، الفقهاء المفتون الكبار الذين ساهموا في تبعيد الفقه المالكي المغربي السني منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر كلهم كانوا. وهذا هو اللي يجعل الفقه ديال المدونة الفقهية ديال نهر السوس ما يعرف بالعمل السوسي تعطي مكانة مميزة للمرأة. فملي جينا لإعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية اللي تبني مدونة الأسرة، من بين النصوص الشرعية اللي اعتمد عليها الناس في هذا المشروع العمل السوسي الذي أقر مجموعة من المبادئ كبداية تلك السعاية، ولم يكن معمولا به سوى في منطقتين جبال غبارة الريف وسوس، وهما الفقهاء ديالهم، وكلهم لاحظوا بانهم كلهم في مناطق امازيغيه فيها تاثير ديال العرف وفيها استحضار ديال الفقهاء لهذا المكان ديال المراه. فهذه العوامل بجوج اعطت للمراه مكانه متميزه، وهذا هو اللي جعل الدور ديال المراه يكون مميز. ما غاديش نطول عليكم ولكن نشير بعض الامثله البسيطه على النساء اللي كانوا فاعلين. فمن بين النساء الاوائل الفاعلات وقبل من هذا غادي نشير لواحد بالاضافه ديال كتبوس الساعية اللي قرروا الفقهاء، غادي نشير لواحد مساله اساسيه، يعني ملي كنرجعوا لهاد النوازل وهاد الكتب الفقهيه تلقى واحد مجموعه من القضايا تهم النساء اللي كيشتغلوا بالتجاره، معناها ان المراه كان لها حق الاشتغال خارج البيت وممارسه التجاره، وكطرح قضايا تعرض على النوازليين ويفتون فيها. كذلك كنعرفوا الناس بالتجربه تحفظ الذاكره انه الى وقت قريب كان عندنا سوق الغزل. سوق الغزل في الاصل دار التداول ديال المواد ديال النسيج، وكان النساء حاضرات فيه بقوه بكل ما تنتج له داخل بيوتهن من مواد تدخل في صناعه النسيج كالسام والقعبة وغيرها من الاشياء، وكان لهم الحق الخروج مع الرضاعه في وقت كانت المراه لا تنشط خارج البيت في عموم تراب الوطن. فكانت كتمت سر وفاه اخيها محمد اي مهدي بن تمار حتى عن اخوتها، ودبرت امر انتقال السلطه ليتم بسلاسه في وقت كان فيه كبار شيوخ المصابده كل منهم يتطلع لخلافه محمد بن تمار. من بين النماذج كذلك يمكن نشيروا لخناتة بنت بكار، ومن لا يعرف خناتة بنت بكار المغافرية زوجة المولى إسماعيل، قبائل المغافرة لا تزال بولاة برحيل، قرب ولاة برحيل هنالك قبائل المغافرة وولاة دريس، وإليه ينتمي خناتة بنت بكار التي قدمت للسلطان المولى إسماعيل وتزوجها، فأصبحت أول امرأة تطلع بمهام الوزارة في المغرب، وصبحت أول امرأة تفاوض في وقت عرف فيه المغرب اضطرابا اثر وفاه السلطان المولى اسماعيل، فكانت تدخل في مفاوضات مع جيش لودايا ومع مختلف القوى لضمان حق ابنها المولى عبد الله في السلطه، وهي التي حجبت على حفيدها سيدي محمد بن عبد الله حتى اوصلته الى سده الحكم واعاد للمغربي استقراره. يمكن نشير لمثال اخر بكل بساطه وهو وزاب الكبيروك من البهباز، وهي زوجة حيدا ميس
الذي عرف بقرصته وبجبروته، فكانت الوجه الآخر للعملة، كانت تشتهر بالإنفاق من مالها في تشجيع الحركة العلمية وفي الحجب على العلماء، وحبست على كثير من رغم رفض زوجها، فكانت تواجه في هذه المسألة، وكانت تنفق أيما إنفاق على العلم وعلى طلبة العلم مدينة الرياض، والأمثلة كثيرة. عندما ننتقل إلى الموضوع أو الشق الثاني من هذا الموضوع والذي يتعلق بالحضرة النسائية، فالحضرة الصوفية كما تعلمون لها تعريفات كثيرة، ولكن على العموم تطلق على تلك المجالس، مجالس الذكر الجماعية التي تؤديها الفرق الصوفية الإسلامية السنية على الخصوص، والتي تتميز بتنوع موادها من أشعار في المديح النبوي وأذكار للزوايا وأوراد تدخل في التربية الصوفية، ومن أناشيد وفق ألحان وفق كذا، وتختلف الزوايا، منها من يستعمل بعض الآلات البسيطة كالدفوف وبعض الآلات النقرية، ومنها ما يتطور ليقوم بأشياء أو ليدخل آلات أخرى. ويعرفون عادة الحضرة على أنها ذلك الحال الذي يعتني الفقراء بعد الاندماج في طقس الذكر والسماع، وهي كما يقال نوع من الذكر ومن الاهتزاز الروحي. بصفة عامة هذه الحضرة الصوفية انطلقت من داخل الزوايا المختلفة، من داخل طرق الصوفية المختلفة التي كان لكل منها نهج في تربيته الصوفية، يتضمن مجموعة من الأذكار ومجموعة من الأوراد يرددها المريدون في أوقات معينة. فنشأ هذا الطقس نشأ داخل الزوايا وارتبط بها، ثم بعد ذلك ارتبط بمناسبات معينة، مناسبات دينية معينة أصبحت تؤدى فيها هذه الحضرة، وظهر مع التطور لم يعد الأمر مقتصر على المريدين الرجال، انتقل إلى المريدات من النساء اللواتي أصبحنا تؤدين الحضرة، وشيئا فشيئا مع التطور ستستقل هذه الحضرة عن مكانها الأصلي الذي هو الزاوية، وستصبح لونا غنائيا، لونا فنيا مستقلا يرتبط بالذكر الصوفي وبالمدح الرسول وبكل هذه الأشياء، ولكن أصبح يؤدى خارج مقرة الزوايا في مناسبات معينة كعيد مولد النبوي وشهر رمضان وأيام الجمعة ببعض الأضرحة وغير ذلك. وهذه الحضرة النسائية بصفة عامة ظهرت في مجموعة من المناطق من المغرب، منها شمال المغرب خصوصا في مدينة تطوان، وكانت ظهرت بارتباط مع الطقس الذي شجعه العزفيون حكام سبتة، فهم أول من احتفى بعيد مولد النبوي، فكانت الأذكار والأمداح والأناشيد والسماع وكل هذه الأشياء تؤدى، وكان أصبح احتفالا رسميا بعد تولي العزفي لإمارات سبتة، أصبح يوما يحتفل به رسميا ويوم عطلة يأخذه الصناع والحرفيون وتنخرط سبتة وكل ما يحيط بها في هذه الطقوس، ومن هنا نشأ هذا الفن في شمال المغرب. نشوء فن الحضرة النسائية في مدينة تردات لم يختلف كثيرا عن هذا التطور التاريخي، فالمصادر التاريخية اللي كنرجعوا لها باش نستقيو بعض المؤشرات حول نشوء هذا الفن كاع بصفة عامة في الحضرة والسماع وهذا الإنشاد الديني وهذه الأشياء كلها، كنلقاو بأنها نشأت في فترة حوالي منتصف القرن السادس عشر، وكانت نشأتها مرتبطة بقدوم شخصية علمية وصوفية كبيرة، وهو سيدي محمد بن أحمد التلمساني معروف بابن الوقاد. فابن الوقاد تشير المصادر التاريخية ويشهد عليه القاضي تلميذه قاضي الجامع بكردان سيدي عبد الرحمن تمنرتي، يتحدث وقد ترجم له الكثيرون، ولكن اقرب واحد له هو التلميذ ديالو التمنرتي، فقد كان يصف ابن الوقاد بانه اول من احيا ليله المولد بتردات باجتماع الناس في داره الكائنه بحي سيدي حسين وبتلاوة قصائد المدح النبوي وبالأناشيد وفق ترانيم والحان الخاصة، وكان كما يقال ينفق في ذلك إنفاقا كبيرا. هذه الدار التمسانيين كانت لها خاصية أخرى بالإضافة إلى الاحتفاء بالمولد النبوي، تجمع كل المصادر
على أن دار التمثالي كانت حرما للأيتام والأرامل، النساء اللي كيتوفوا الأزواج ديالهم والنساء اللي كيتوفوا الأهل ديالهم أو كيكون ضف من الظروف وما كيبقاش لهم معين، كلهن كنا تقصدنا دار التمثالي، فكانت داره مجمعا للنساء من الأيتام والأرامل والفتيات، فكان يشرف هو وآل بيته على تربيتهن ويحجب عليهن ويعلمهن، وكان الناس اللي بغى يدير الحسنة وبغى يتزوج كيمشي يخطب مع الفقيه والإمام، الفقيه المسجد الأعظم وإمامه هو المدرس به، كيمشي يخطب من عند سيدي عبد الرحمن سيدي محمد التمثالي. ومن ضمن التربية التي تلقتها النساء في هذه الدار حضورهن لإحياء ليلة المولد ومشاركتهن بالإنشاد وبالسماع وبحفظ القصائد التي كان كبراء الشعراء ينظمون فصيحا وزجلا، وكانت النساء تحفظن وتمرسن على هذا الطقس داخل هذا البيت، وكنا بانتقالهن وانتشارهن في ربيع أسس تحملن معهن هذا التراث، فبدأ شيئا فشيئا بابتعادهن عن دار التمثالي. كانت الأضرحة، لاحظوا أن الحضرة نشأت من الزوايا وستعود إلى الزوايا والأضرحة في الممارسة النسائية، بحيث أنهن حينما يعود لم يكن لهن من مجال لممارسة ما تعلمناه إلا بعض الزوايا وبعض الأضرحة، وكانوا يبحثون عن مكان ليقمن بهذا العمل. وهذا كيف سرنا واحد مسألة، أن ملك الظروف المحيط ديال التواليت كنلقاو مجموعة من المناطق ما فيهاش زوايا، ما فيها مش مقرات ديال الزوايا، ما كايناش، ما فيهاش حضرة رجالية ولكن فيها حضرة نسائية، تجي جوج عيالات من هذا الدوار، أربعة من هذا، أربعة، ويلتقينا في دار حولي من الأولياء يوم الجمعة تخصصنه دائما كيتلاقاو فيه، يصلون الرحيم، كيديروا الغدا ديالهم مجموعين تما، وكيكون ذكر الحضرة من الصباح إلى المساء، ويكثر الأمر في شهر رمضان وبحلول عيد المولد النبوي. هكذا استمر هذا الطقس النسائي، وهذه الحضرة أصبحت إذا كانت تفرق النساء الصوفيات تفرقهن الأسانيد والأوراد الصوفية والذكر، فإن دار التمثالي كانت تجمعهن، لأن هذا لاحظوا معايا كيفاش هذا الفن كيفاش انطلق من دار التمثالي، انتقل عاود رجع للأصل ديالو للزوايا والأضرحة، ولكن يوم منتصف رمضان عاود جابوا دار التمثالي. ففي منتصف رمضان من كل سنة، وأهل تربان يعرفون ذلك، يقام موسم تمصريق، وهو موسم خاص بالنساء، فتلتقي النساء الحضارات من كل مناطق سوس، من المناطق العربية ومن المناطق الأمازيغية، وتجتمعنا عند قبور آل التمثالي في سيدي حسين، ويكون يوم منتصف رمضان يوم بامتياز يمكن نسميه مهرجان كبير للحضارة، كل أشكال الحضرة. وهنا ما كتبقاش الأوراد، تا الناس تيمدحوا سيدي محمد بن ناصر الناصريات، تيمدحوا سيدي محمد بن ناصر الجلاليات، مولاي عبد القادر الجلالي التيجانيات، يذكرنا سيدي أحمد التيجاني، فتفي الحدود بين الطرق وبين الزوايا وتلتقي عند ضريح التمثالي لتكريمه على هذا الفعل وعلى هذا الإحسان بالنساء وعلى ما تلقته النساء من هذا. فأصبح موسم التمثيل موسما لتكريم هذا الرجل وهذه الأسرة، ولكن مهرجاناً للاعتناء وصيانة هذا التراث وهذا الطقس. والجميل في الأمر أنك عندما تحضر هذا الطقس فكتلقى النساء من كل المناطق ديال سوس كيجيو كيحضروا، كتلوح المرأة كتلوح أي سواء بالعربية أو بالأمازيغية كلهم كيتبعوها، والميزان مضبوط والتناغم تام ما بين العربي والأمازيغي، وهذا لعمري شيء جميل، شيء جميل جدا أن يوثق وأن يكون موضوعا للدراسة. فكما قلت هاد الزاوية أو هاد الزاوية ديال سيدي حسين عاود جمعت لنا هاد النساء. وعلى العموم ملي كنشوفوا القصائد ديال الحضرة النسائية كنعرفوا بأن تردد فيها واحد الطرق صوفية كثيرة، من الناصريين، القادريين، التيجانيين، البوتشيشيين، أحمادشا، عيساوة، إلى غير ذلك كثيرة، ولكن اللي كنشوفوا القصائد ديال النساء كنلقاو الحضور ديال ثلاثة ديال الناس كثار بزاف، وهو مولاي عبد القادر الجيلاني، وسيدي محمد بن ناصر، بالإضافة إلى
سيدي محمد بن ناصر ملاعب القدر الجلالي وسيدي احمد التجاني، هادو هما اللي، وهذا كيعطينا مؤشرات حول لا 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 الاوراد والاسانيد الصوفيه ديال هاد النساء. ولكن ملي كنجيو الغريب في الامر هو ان هاد الناس اللي جمعتهم دار التمثال جمعتهم على اختلاف الاسانيد وعلى اختلاف الاوراد ديالهم، وبالتالي اصبحت الحضره النسائيه ما فيهاش تمييز بين الحضره ديال الناصريات والحضره ديال القادريات، فكلهم كيؤدوا نفس الشيء. فالاماكن اللي كانت كتعرف هي كثيره اللي كانت كتعرف هذا الطقس ديال الحضره في المدينه، يمكن نذكروا منها البعض، مثلا زاويه التمثاليه كما قلنا بسيدي حسين اللي كانت موقع ديال جمع النساء وديال المهرجان ديال الحضره بامتياز، ثم الزاويه القادريه الى وقت قريب، للاسف هذا الطقس ما بقاش يتسدد، فالى وقت قريب بمدخل رحبه بحي اسراك كانت الزاويه القادريه كذلك يوم الجمعه تجتمع النساء القادريات والجيل ويسمون القادريات وكذا الجلاليات يلتقينا ويدينا طقوس الحضرة. كان ضريح سياسين بدرب الدلاس درب الأندلسيين كذلك ما كان الحضرة، كان ضريح سيدي محمد بن يعقوب بدرب عطاء، واحد عدد ديال الأضريحة كانت للأسف واحد كثير منها لم يعد قائما، ولكن اللي خصنا نحافظوا عليه ونردوا له البال هو موسيقى مصرية، وهذا الطقس الجميل الذي يلقى فيه ينبغي ان يستمر، لان في استمراره استمرار لكل اشكال الحضره الصوفيه النسائيه بكردان، وفيه حفظ لكل تراث الزوايا على اختلاف طرقها واساليبها. اذا شفنا هاد القصائد ديال الحضره واحد النظره اوليه كنلقاوها كتمشي للاغراض والقضايا، كتهتم بالاغراض والقضايا معينه منها، فهي لا تختلف كثيرا على القضايا والاغراض، ان كانت كتختلف في الريتم ديالها وفي الالحان ديالها وفي الايقاعات ديالها، فالمضمون كيبقى متشابه لانه الاصل ديالو الصوفي منطلق من الزاويه، فهو يركز اساسا على مساله اساسيه وهي التعبير عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل به وطلب شفاعته والشوق لقائه، وهذه بطبيعه الحال عاده يشترك فيها المغاربه، فالمغاربه عرفوا في العالم الاسلامي كلهم بحبهم لرسول الله وبتلفاته، ولذلك اهل البيت كانوا دائما مكرمين معززين في المغرب، حتى اذا ضاقت عليهم السبل في المشرق كانوا يلجؤون للمغرب. غادي نكمل بهذه الامثله وغادي نكمل كلام كثير، ولكن غادي نختصر لنا مثلا. اذا قلت حتى اذا ضاقت بهم السبل في المشرق كيجوا للمغرب. حتى ان الشاعر قال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض في الكتاب انزله، يكفيكم من عظيم المجد انكم من لم يصلي عليكم فلا صلاه له، تبطل الصلاه اذا لم تتم الصلاه على النبي. هذا صوره شعريه قدامها تعبيرا عن حب المغاربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ملي كنمشيو كنلقاو بعض القصائد كثيره، نورد غير بعض الابيات منها، من بين القصائد الحضره كتقول راح بن بيسل بن يوسفان يا لالا ويلي يا لالا خلى بي حيره، سعدات من زار ربي وشافو يا لالا ويلي يا لالا شبر في شبيك النبي، يا الشيرابوري سعدات يا لالا شبك في شبيك النبي، رسول الله بغيت يحميني يا لالا ويلي يا لالا يوم الضيقه والزحام. هذا مقطع من المقاطع اللي فيه التعبير عن حب الرسول وطلب الشفاعه ديالو. مقطع اخر يقول يا سيدي رسول الله سير بينا وشفع فينا، راه انت مفتاح الجنه يا سيدي رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا سيدي رسول الله، العباد كترجى فيك يا سيدي رسول الله، ام درا واش مازالوا العاشقين في رسول الله، الى اخر النص. نص اخر يقول منتي ناداني ناداني ياك ناداني ملزين سيدي رسول الله صلى الله عليه، ام منتي راه ناداني ناداني راه روعني لقاه يامس يامس ذاك النهار، اه يا بنتي راه ناداني ناداني ملزم سيدي رسول الله، والنص طويل. كذلك من بين الاغراض والقضايا حب ال البيت، وحب الرسول يتعلق بحب ال البيت، ولكن الملاحظ في قصائد الحضره في تردد ان حب ال البيت وكل هذا يرتبط بشخصيتين وهما لاله فاطمه الزهراء بنت الرسول وعلي بن ابي طالب زوجها وابو الحسنين، فهادو عندهم مكانه خاصه. هنا كنطرحوا مجموعه من تساؤلات الباحثين، الا يتعلق هذا بالماضي الشيعي لمدينه تردد؟ كلنا يعلم بانه كانت هنالك ماضي شيعي ما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين، كانت الشيعه على المحنه البجليه الى اخره. من بين ما يشير الى ذلك في القصائد يقول مثلا
الله يمحو الياك منذ تعبو حيدوسا بنت الرسول مولاي علي جيك عروسا يحتفون بزواج علي وفاطمه في قصائد وفي نصوص كثيره والله يا لاله عقلي مالو هنا ديته يا لاله فاطمه يا بنت الرسول ونصوص كثيره التي تحدث وشوف من الملف العذاب عمدا عليك يا اللي يخدع الحباب وشوف من الملف العذاب والصحابه دايزين سيدنا علي كاع ما كاين بحالو والصحابه دايزين سيدنا علي كاع ما ريت بحالو اذا يجعلون سيدنا علي بن ابي طالب فوق مرتبه كل الصحابه اذا لا تساؤلات الباحثين يمكن تعميق النظر وتعميق البحث في هذا الموضوع كاين كذلك غرض اخر من الاغراض وهو الشوق الى مكه فنظرا للبعد الجغرافي للمغرب ولسوس عن مكه فقصائد الحضره النسائيه كلها تعبر عن الشوق للحج الى بيت الله والوصول الى مكه من بين النصوص دارت عويلي يا لالا بغيت نمشي نزور خيار الزور انا لالا مكه عزها الله دار العيده يا لالا ورسول الله شفيع منتو يا لالا نهار الحساب من بين النصوص كذلك ما لالا راه قلبك هناك وانا بنعتي الجيه اما لالا راه الحجاج مشى وعجب مع عجب الحوريه دازوا حدا الشيوخ الويدان وانا مشيت على رجليا نمشي ندير زمزم نروى من ماه وانا نحفلو بيديا على محبتك يا رسول الله نمشي على كفوفي ديا والنص كذلك طويل وهماني مالي الله يا مولاي وإلا طلعت النجمة والمشبوح راه برناح بنادي والله يا مولاي وهماني مالي الله يا مولاي والهلال تسر عمري حتى نشبيك ونزور سيدنا محمد الله يا مولاي هذا كله تعبير عن شوق اللقاء برسول الله من خلال حج البيت المكة وحج البيت الترحم هنا غادي نوصل واسمح لي اخر في النقطه غادي نوصل للنقطه الاخيره وهو الخصوصيه ديال هاد القصائد تتجلى من خلال تهنيها ببركه الصلاح والاولياء على مستويين على المستوى العام اللي تكشف لنا الاوراق والاسانيد الصوفيه ديال هاد النساء غادي نقول مثلا للتغني بعض الاقطاب الصوفيه كسيدي عبد القادر الجيلاني وابن احمد التجاني يقول لا اله الا الله مفروضه عليا يا مولاي وانا يا مولاي قولها يا فمي حتى يفنى عمري يا مولاي وقال لك سيد الجيلاني غير صبري يا مولاي وانا يا مولاي راه عدايات كنديرهم العداشه يا مولاي هل عرمونا بغداد الولي يا مولاي وانا يا مولاي ركوكيه في الحساد الاكثر يا مولاي اذا ركوكيه ديال التوسط بالصلحاء لقضاء الحاجات ولرد ولدمع الاضرار وقف فوق السور من ولاها باب يزور وفي هذا الشاقور يتكلم بغزواني مر يا مر الرباط سيدي مولاي احمد يا اتجاه عربيك والنص طويل لا لا ردانا يا زيد السميه معلاك عليا لا يخطيك ويا الله كيف ترانك يا لائحة تسبيح الجيلاني لأن حال عن الورد الجيلاني وتسبيح السبحة في التربية الصوفية كيف ترانك يا لائحة تسبيح الجيلاني يا أختي عودي للأخبار راه صحاب وشلة من شق البحر حتى السوداني يا أختي مالو لحبيك راح نعولنا واللي بغى يشرق يروح معانا إلى بيت رسول الله فيك يا فكاك الوحيين في التربيه السوريه كيف ترى لك يا اللي حتسبح الجيلاني يا اختي عاودي لي الخبار راه صحاب وشله من شق البحر حتى السوداني يا اختي مالو لحبيك راح نعورنا واللي بغى يشرط يروح معانا الى بيت رسول الله فين كان فكاك الوحدي اولي عبد القادر يا الجيلاني عار الله الذكر ديالهم كان عليهم سيدي شيخ بلاد بطبيعه الحال سيدي مبارك سيدي محمد بن يعقوب سيدي محمد بن احمد والمالح القوي نترك بعض النصوص واكثر في هذا يقول دائما في الله لا نزلت فرقوا درجه في الله لا نزلت فرقوا امين مولاي الله بن علان سيدي مبارك سيدي مبارك لنا زوجي خارج مكان الحضري نص الحقوق ونصف الكلام حتى لو نزل العقيده قل لي يا مولاي ها على سيدي وسيدي يا الوالي يا مولاي راه عرض الحق سيدي محمد بن حباب امولاي ونصو كذلك كما كاعتو بصيانه وكاعتو بخلو هداك نقطتين اساسيتين
الأولى التي تخص بها هي الاحتكاك بهذا النوع التراثي الغني، المسألة الثانية وهو الجهل الكبير بغنى الثروة والفراغ المهوي في مجال الدراسات المخصصة له جمعا وتكوينا وتصحيحا واستقرارا باعتبار متونه النازلة مصادر هذه الدراسات التاريخية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية وهناك تحترم الأدب العريق إما ضد الحالات أو تعتبر به العروض كثيرا وذلك لأن ضياع هذا الكنز الثمين مثل ما ضاع من الكنوز في هذه المدينة العريقة. على هذا أسمحكم على الإطالة وشكرا لكم.